النشرة الرئيسة من الاقتصادية الأولى وتجدون فيها الجزائر تتحصل على المرتبة الأولى لجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي 2023 فئة المؤسسات. الإطلاق الرسمي لعلامة فيات غدا وأول سيارة تخرج في نوفمبر المقبل. تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من قبل الحكومة الفرنسية أثار غضبا واسعا. جو بايدن يهاجم مخابر الادويه الكبرى في الولايات المتحده ويطالبها بخفض اسعار الادويه والتخلي عن استنزاف الضعفاء بداية ان استلم علي عون اليوم مهامه رسميا على رأس وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني خلفا لأحمد زغدار وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن نهاية الأسبوع وخلال مراسم تسليم وسلام المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة بحضور إطارات الوزارة عبر الوزير الجديد بالمناسبة عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه واصفا القطاع بالحساس والمهم، التصريح في ميكروفون حسام غربي. ان نكون في حسن الظن وحسن الثقه سيد السيد رئيس الجمهوريه لان كما قلت قطاع حساس ومهم والمهمه صعبه ولكن ماهيش مستحيله، تطلب الصرامه والسرعه في تنفيذ كل ما هو مهام لكل إطار في هذا الخطاب. كما تم تسليم واستلام المهام بين السيد حمد ياسين المنتهية مهامه ووزير السياحة والصناعة التقليدية الجديد مختار ديدوش بحضور إطارات وزارة السياحة إن شاء الله ها... نشكر سيد, سيد, سيد الوزير الزميل اللي يعني ما اداه منذ منذ هذا عامين واطمئنه يعني حاليا ان نستمر في المشوار و باعانه الجميع وباعانه يعني اطارات 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 الوزاره وكل الناشطين يعني في في ميدان في ميدان السياحه نجعل من القطاع السياحي ان يكون ملموسا ملموسا يعني ملحوظا انا في خدمتكم وفي خدمه الوطن وفي خدمه القطاع وأطلب منكم الإعانة والجهد في العمل لكي نجعل من القطاع نجعل من القطاع ونعطيه يعني يعني الرتبه اللي ترجع له اللي ترجع له يعني كنشاط كنشاط حساس في في البلاد من جهتها استلم السيد طيب الزيتوني وزير التجاره الجديد مهامه خلفا للسيد كمال رزيق الذي استدعى الى مهام اخرى أعلن مجمع ستيلانتس أن تاريخ الإطلاق الرسمي لعلامة فيات بالجزائر سيكون غدا الأحد 19 مارس 2023 وبالمناسبة ستنظم ندوة صحفية في فندق الشراطون بالعاصمة يليها تقديم مختلف أنواع سيارات فيات وسيقدم المجمع أيضا التفاصيل عن تسويق سيارات فيات والكميات المنتظرة وأجال التسليم والأسعار مع العلم أن مصنع فيات يجري إنجازه بطفراوي في وهران وينتظر أن يسلم في شهر أوت القادم وأول سيارة تخرج من المصنع ستكون في شهر نوفمبر المقبل تحصل الجزائري نزيه دحوش على المرتبة الأولى لجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي 2023 فئة المؤسسات وهي جائزة تهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في المحتوى العربي الرقمي من المنطقة العربية بالإضافة إلى إظهار فوائد تكنولوجيا الرقمية وتطوير محتوى عربي عالي الجودة لتجسيد أهداف التنمية المستدامة وهذا على هامش أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام 2023 والذي احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت اكد الامين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي خلال تدخله في برنامج الساعه الاقتصاديه لقناه الاقتصاديه الاولى ان السلطات العموميه فتحت اكثر من خمسمائه سوق جواري تضامني موزع عبر خمسمائه وثلاثه وخمسين دائره على مستوى الوطن وهذا باشراك ومساهمه جمعيات حمايه المستهلك والتجار ومختلف المؤسسات الوطنيه والوزارات حيث يجد المواطن في هذه الفضاءات كل المواد الاساسيه والضروريه وباسعار معقوله خلال شهر رمضان يعاني منتجو الاعلاف بولايه غردايا تكدسا في منتوج الذره العلفيه فالاسواق باتت لا تستوعب حجم المحصول ما قد يدفع هؤلاء للعزوف عن ممارسه هذه المهنه رغم النتائج الايجابيه التي تم تحقيقها من طرفهم دحمان بابا عمر تنقل الى احدى المستثمرات الفلاحيه بولايه غردايا وعاد لنا بهذا التقرير ركود كبير يعرفه سوق الذره العلفيه منتوج الموسم الماضي ونحن على ابواب حمله البذر للموسم الحالي مندره بخسائر كبيره يتكبدها المنتجون في حال عدم تدخل الوصايه مو حنا نخدموا الدوره سنوية هنا في الصحراء نخدموا نخدموا القمح كي نحصدوا القمح نديروا الذره مباشره درك حنا درا من احنا كل في هذه الذره وصبحنا مديونين منا وجاي ما عندناش طايقين نخدم نرانا متركبت علينا الديون كل واحد يساهمنا الوضعيه تاع تراكم الديون راه ما تخليناش نستمروا في الانتاج مستقبلا النداء الى رئيس الجمهوريه اتخاذ حل لهذه المعضله تاخر الدعم الفلاحي بالنسبه للمربيين من جهه وعزوف الوسطاء من جهه اخرى عمق من معاناه المنتجين ولا حل في الافق المربين البقر والمنتجين الحلب يقولوا احنا ما الدوله مازال ما, ما اعطتناش الدعم اللي نتاع الحليب مالك مهمش قادرين يشريوا اللونسيلاج هذه واحده ثانيا كانوا اللي يسوقوا لنا المنتوج نتاعنا احنا, احنا يسوقوه لنا لي بتي هذا هذوك هما الناس اللي كانوا نافعيننا في التسويق نتاع المنتوج من هنا هذه هي القضيه دروك عادوا ما يقدروش يروحوا يسوقوا ما يقدروش ينقلوا هذا المادة تصدير الذرة العلفية لدول الجوار حتما سيكون رقما هاما في معادلة التصدير خارج المحروقات خلينا نصدره جاول جاول المستوردين الاجانب باه يدوه وتفاهمنا معاهم ولكن السلطات قال لك يا خويا ما يخرجش هذا ما قلنا لهم ما يخرجش ما عليناش يشريه علينا الدوله يا خويا وخلينا احنا ما نخسروش باه نزيدو نعاودو نخدمو ما جاوبونا ما داروا لنا حل رانا في في نص العام فات علينا ورانا غاديين خسرنا وما عادش يديروا حتى واحد، هذه تسقى منا مصاريف ضخمه وكان تقعد هكا تروح خساره من نطلبوا من السلطات ونطلبوا من رئيس الجمهوريه يدير لنا حل. رفعنا هذا الانشغال الى مدير المصالح الفلاحيه لكن غياب المدير حال دون حصولنا على الرد، لكن التسريع بمنح رخص تصدير المنتوج من الحلول المقترحه من المنتجين لتطوير الشعبه. خاصه وان اسعار الاعلاف في ارتفاع مستمر في الاسواق العالميه شددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على أن قطع الأشجار في المدن وضواحيها ممنوع قانوناً وأن عملية قطع الشجرة تستوجب الحصول على ترخيص مسبق تسلمها مصالح الغابات المخولة جغرافياً وللحصول على الرخصة يجب تقديم طلب رسمي مرفوق بملف تقني ودراسة جدوى وإيحال الملف على محافظة الغابات لإبداء الرأي ثم ترسل نسخة من الملف الى ديوان وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه للاطلاع دوليا اليوم الثامن عشر مارس يصادف اليوم العالمي للرسكلة الذي أقره المكتب الدولي للرسكلة يوما عالميا لها أو إعادة التدوير وأراد منه أن يكون فرصة لفتح الطريق أمام هدفين اثنين يتمثلان في ترقية الرسكلة والحث عليها وعرض التحديات التي على الرسكلة أن ترفعها تقرير حسام غربي الرسكلة نشاط من فوائده التقليل أو حتى القضاء على النفايات اليومية، وتحويلها إلى مورد اقتصادي كرسكلة النفايات العضوية التي تمثل نشاطاً يخدم الفلاحة والبيئة في سياق الطاقات المتجددة والمستدامة. الرسكلة تمثل واحداً من عوامل تنمية الاقتصاد التدويري المستدام والنظيف، كما يمثل هذا النشاط من جهة أخرى عاملاً من عوامل حماية البيئة والموارد الطبيعية. والوقايه خاصه من تلوث المحيطات ويساهم ايضا في معالجه مساله الاحتباس الحراري وذلك من خلال الحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اثناء مراحل الانتاج حسب احصائيات الوكاله الوطنيه للنفايات فان حوالي 1.2 مليون طن من نفايات الورق تلقى سنويا في الجزائر وتعمل الوكاله على جمع ورسكله 400 الف طن سنويا مما سيحد من استيراد المادة الأولية أما رسكلة وإعادة تدوير البلاستيك فما تزال في بدايتها إذ أن 6% فقط من هذه المادة المستوردة يعاد تدويرها ونظرا لأهمية القصوى التي يكتسيها هذا النشاط أعلن المكتب الدولي للرسكلة يوم الثامن عشر مارس من كل عام يوما للرسكلة ووضع هذا العام تحت شعار الرسكلة واجب وليس اختيار في العالم 22% من نفايات البلاستيك غير مرسكلة كما جاء في دراسة أجرتها سنة 2019 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا ويؤخذ من التقارير الواردة أن منتجي المواد البلاستيكية في أوروبا يعتزمون استثمار 7.2 مليار يورو في الرسكلة الكيميائية إذ أن 60% من الإنتاج العالمي للبلاستيك قابل للرسكلة آفاق 2050 وفي الجزائر بدا هذا النشاط يستقطب اهتمام عدد معتبر من المستثمرين الذين لم يعودوا يترددون في التقرب من الجامعات من اجل تعميق معارفهم ورفع الانتاج أثار تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من قبل الحكومة الفرنسية دون عرضه للتصويت على مجلس النواب غضبا عارما إذ خرج الآلاف في تظاهرات اجتاحت عدة مدن للتنديد بالقرار وقالت الحكومة الفرنسية إن هذا الإجراء ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس تقرير من القانون الجديد زاد من حدة غضب الجبهة الاجتماعية حيث تجمعت الآلاف من نقابات العمال في مختلف المدن الفرنسية تنديدا بقرار الحكومة الفرنسية المتمثل في اللجوء إلى المادة 49 ثلاثة من الدستور لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد دون عرضه على التصويت في الجمعية الوطنية وقالت الحكومة الفرنسية أن هذا الإجراء ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعديه من الإفلاس، على الرغم من أن أيمانويل ماكرون كان قد وعد الشعب الفرنسي بأنه لن يسلك هذا الطريق، للتذكير فبموجب هذا القانون سيتم رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64، وسيفقد بعض العاملين في القطاع العام امتيازاتهم في الحصول على معاش تقاعدي كامل. ويشار إلى أن الاحتجاجات العمالية بدأت في شهر في الماضي بعد طرح مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع لم يحظى بقبول شعبي وسط استمرار المظاهرات والنقاشات وإضراب عام يلوح في أفق فرنسا سيمس عدة قطاعات في البلاد من بينها التعليم والنقل والطيران أكد وزير الخزانة البريطاني أمام البرلمان أن الاقتصاد المحلي لن يخرج من الأزمة التي يعيشها ولن يعرف أي نمو إلا خلال العام المقبل وسيكون نموا طفيفا يصل إلى 1.8% ثم 2.5% في سنة 2025 ونسبة 2.1% في سنة 2026 كما سيستمر تدهور المستوى المعيشي للبريطانيين وتراجع قدرتهم الشرائية إلى مستويات هي الأسوأ منذ أكثر من نصف قرن وهذا راجع بالأساس إلى ارتفاع نسبة التضخم وأسعار الطاقة وعدم الزيادة في الأجور هاجم الرئيس الامريكي جو بايدن بقوة مخابر الادوية الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية ويطالبها بخفض اسعار الادوية والتخلي عن استنزاف الضعفاء بالاضافة الى خفض تكاليف الصحة العمومية. تفاصيل اوفى في هذا التقرير. انتقد الرئيس الامريكي جو بايدن بحده مخابر الادوية الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية على الارباح الفاحشة التي تحققها. كما قال على حساب الشعب الامريكي. جو بايدن اضاف في تدخل له لتقييم عهدته ان شركات الادويه تفوتر باسعار عاليه وتستنزف الضعفاء ويؤخذ من التقارير الصحفيه ان اداره بايدن تريد خفض تكاليف الخدمات الصحيه الصيدلانيه من خلال عدد من الاجراءات كتخويل الولايات للتفاوض حول اسعار الادويه مع إعطاء ما كان أكبر للأدوية الجنيسة بالنسبة للأمراض المزمنة أو تسقيف سعر الأنسولين وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن فعلا عن تسقيف سعر الأنسولين عند 35 دولار بالنسبة لمن فاقوا 65 سنة ووعد بتعميم هذا التسقيف على جميع مرضى السكري مهما كانت أعمارهم هذا وتنوي إدارة بايدن أيضا تقليص العجز الفيدرالي بقيمة 3000 مليار دولار في غضون عشر سنوات ومن الإجراءات المتخذة لبلوغ هذا الهدف تنوي الخصم من النفقات عديمة الفائدة خاصة في قطاعي الصناعة الصيدلانية والبترولية الا ان بعض المحللين يرون ان هذه المبادرات من الرئيس الامريكي تعد انطلاقا في حمله انتخابيه قبل الاوان وان لم يعلن رسميا عن ترشحه مع العلم انه في الثمانين من عمره. قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه جرى تمديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الاسود. الذي كان من المقرر ان ينقضي اجله اليوم السبت. اردوغان لم يفصح عن مده تمديد الاتفاق في الوقت الذي قال فيه وزير في الحكومه الاوكرانيه انه تم الاتفاق على التمديد لمده 120 يوما بينما كانت روسيا تريد تجديده ل يوما فقط. قال مندوبون في منظمه اوبيك بان تراجع اسعار النفط هذا الاسبوع الى ادنى مستوى له في اكثر من عام جاء مدفوعا بمخاوف من ازمات ماليه وليس نتيجه اختلال في التوازن بين الطلب والامدادات في حين يتوقعون المجموعه استقرار السوق وانخفاض النفط الى ادنى مستوى له في 15 شهرا الاربعاء الماضي مع هبوط خام براند دون 72 دولار للبرميل وهذا وسط مخاوف من توالي الازمات في القطاع المصرفي. تطرقت جريده الاقتصاديه الاولى في نسختها الورقيه لعدد الغد الى تصريحات سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر توماس إيكارت لدى استضافته في برنامج عالم الاقتصاد على قناته الاقتصادية الاولى والتي قال فيها ان مراجعة اتفاق الشراكة ضروري ولن تكون سهلة وتناولت الجريدة تصريحات الخبيرين مصطفى مقيدش وعبد الرحمن بساحة اللذين شاركا في النقاش الذي أدارته الزميلة نبيلة حسين وفي الصفحة الثانية تناولت الجريدة تصريحات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي أكد حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب معلنا ان جميع البنوك معنيه بتمويل الاستثمار الفلاحي كما اعلن الوزير الاول خلال اشغال منتدى الامن الغذائي من خلال تطوير انتاج القمح الصلب في الجزائر عن يعني استحداث مراكز بحث في مجال تحسين البذور وكذا افتتاح البنك الوطني للجينات قبل شهر جوان المقبل. وقبل الختام تذكير باهم ما جاء في النشرة الجزائر تتحصل على المرتبه الاولى لجائزه الاسكوا للمحتوى الرقمي العربي 2023 فئه المؤسسات الاطلاق الرسمي لعلامه فيات غدا واول سياره تخرج في نوفمبر المقبل تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من قبل الحكومة الفرنسية أثار غضبا واسعا جو بايدن يهاجم مخابر الأدوية الكبرى في الولايات المتحدة ويطالبها بخفض أسعار الأدوية والتخلي عن استنزاف الضعفاء ختام النشرة في أمل الله